بلاي ما يدري الحرس جيتك تراني هويا بلاي ما والله صبرت كف مالي مالي مش انت داري مالي احنا بنحيي ذكرى مقتل الحسين من هم العدوى انك مبعد وانا الغلية المهم ما مش داري مش انهم قتلوا ما جانا منهم ولا من منهم ليش يضربني المهم ما مش داري مش انهم قتلوا وحنا بحنا بنفعل هكذا بنحيي ذكرى مقتل الحسين مقتل الحسين مقتل الحسين يا حسين كيف من حسين مش انت داري من حسين انت مسلم انت معانا عايش اليوم عاشوراء عاشوراء هي نصر الله موسى على بني اسرائيل على فرعون ليش تضرب نفسك مالك مجنون انت ايش اصلا يا اخي انا قصدي نضرب موسى علشان الحسين ما يزعلش مننا اي دين هذا الذي يقول لك اضرب نفسك علشان موت فلان مات النبي صلى الله عليه وسلم متاثرا بسم اليهوديه وما قالوا لنا ايش نضرب نفوسنا مات عمر بن الخطاب طعنوا في بيصلي وما قالوا نضرب نفوسنا مات ابو الحسين قتلوا علي بن ابي طالب وما قالوا نفعل نفوسنا تلك امتهم قد خلت 1400 سنه وانت جالس تجلد نفسك على من ليش هل هذا بيفيد الحسين هل هذا بيعيد لنا الحياه هل هذا بينصر الحسين قبل 1400 سنه بيبعث الرجوع للزمن للخلف كان ايش قالوا لك تضرب نفسك وضربت نفسك صح قالوا لك تضرب نفسك وضربت نفسك طبيعي صح ايوه خلاص ليش 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 خلاص